بالفعل يا كابتن كريم، ويمكن يا كابتن طارق العشري، كابتن كريم يبارك لك على تصدر الدوري بشكل مؤقت، يبارك لك على الاداء، يبارك لك على النتيجه. ربنا يبارك فيك، متشكر جدا. يعني اكيد يا كابتن، يعني كان مثلا جاي النهارده انبي للفوز، لكن 4 وهدفين في بدايه مباراه، اكيد دول كان ليهم يعني مفعول السحر في ان النتيجه تخرج 4-0 على النادي المقاولين على ملعب. شوف، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي كريم وكابتن علاء وكابتن وليد. مفيش شك طبعا المباراه دي كانت بتقرقني، خاصه بعد التعادل مع الشرطه، وفقدنا نقطتين مهمين جدا في صراعنا في سباق التنافس. وبالاضافه ان المقاولين مأدي مباراه جيده امام النادي الاهلي، عنده عناصر جيده تستطيع انها تصنع الفارق، ولكن الحمد لله رب العالمين. يمكن معظم مباريات نادي انبي خاصه خارج الملعب لنا تكتيك معين في استغلال الفرص، وانا يمكن انا قلت للولاد المقاولين على ملعبه اسهل من لعبه خارج الملعب، لان على ملعبه بيدور على الثلاث نقاط فبيفتح فيها مساحات، وده اللي اشتغلنا عليه. بالاضافه احنا فاجئنا فريقين المقاولين بالضغط في بدايه المباراه، وده اللي اسفر عن 3 اهداف اعتقد خلال الشوط الاول، اللي افقد المقاولين التوازن وعطانا افضليه بشكل كويس جدا خلال الشوط الثاني. واعتقد 3-0 خلال الشوط الاولاني افقدوا طموح لاعبي المقاولين، احبطت معنوياتهم بشكل كبير جدا، زادت معنوياتنا، وده اللي انا قلت لهم خلال الشوط الثاني ان احنا نتمركز بشكل كويس جدا، مقاولين ما قدمش سبيل لان هو يهاجم، فنستغل الفرص خاصه في المساحات اللي ممكن تتخلق، وده اللي قد كان استطاع صلاح عاشور بحرز الهدف الرابع. اعتقد الهدف الرابع لما دخل قتل المباراه تماما، وكنا ممكن نزود رصيدنا من الاهداف. لكن حاله جيده بشكر فيها لاعبتي النهارده، بترفع رصيدك لاعتقد ل 54 هدف، وده شيء جيد، وبتحافظ على شباكك نظيفه امام فريق المقاولين، وده شيء جيد، في معدل جيد. يمكن الكابتن في الاستوديو حابين يشاركوا، اتفضل يا كابتن. سامح، بحييك واقول للكابتن طارق الف مبروك، فرقته فرقه تقيله قوي ويقدر ينافس على الدوري. بس انا النهارده مستغربه في المؤتمر الصحفي انه بيشرح التكتيك بتاعه، قول له وليد بيقول لك ده من الاسرار يا نجم، المفروض ما تقولش ان انا لو بلعب باحمد جعفر بعمل كره طوليه واستنى المرتده، والنهارده ضغطت على المقاولين، يعني يقول له اول مره اشوفك كده. كل ده سؤال كابتن وليد. كابتن وليد بيبارك لك. كابتن وليد بيبارك لك وبيقول لك يعني هو مستغرب بس ان انت بتشرح التكتيك في المؤتمر الصحفي، بيقول لك دي من الاسرار يعني. ما فيش شك يعني من الاسرار، لكن بقول لوليد احنا اصبحنا كتاب مفتوح، يعني الميديا في المباريات المذاعه كتير، اعتقد فريق انبي وكل الفرق بتبقى كتاب مفتوح. عموما انا ببارك للفرقه وبأصر ان احنا وباكد كمان ان احنا الحمد لله مواصلين المشوار، والولاد كل مباراه عن مباراه بترتفع طموحاتهم، وفي شك طبعا هتقع منك مباريات خلال الفتره القادمه، لان التنافس كبير جدا، انت بتقابل فرق سواء بتنافس معاك على المراكز الاولى او المراكز الوسطيه او بتهرب في المباريات كلها. لكن النهارده انت باقي لك 11 مباراه، يعني في عد التنازلي، 3 نقاط اصبحوا بالنسبه لك بيمثلوا اهميه كبيره، فبنحاول ان احنا سقف طموح الولاد يرتفع من المباراه الاخرى. عندنا مباراتين سواء النصر او طلائع الجيش نحاول نستغلهم بشكل كويس جدا، مفيش شك دفعيه مباراه المقاولين هتدينا دافع بشكل كبير جدا، وبهني المقاولين على مباراه الاهلي، والنهارده بقول لهم هارد لك في مباراه مع امشي. يمكن برضه يعني الضيف حابين يشاركوا، اتفضل يا كابتن. لا يعني بارك لي الكابتن طارق سامح وقول له يعني كانوا 2 كويسين 4 كتير قوي يا كابتن طارق، احنا ما كناش متفقين على كده في التليفون. كابتن كريم بيبارك لك. كابتن بيقول لك بس 4 كتير يا كابتن، احنا ما كناش متفقين على كده في التليفون. ارض لك يا كريم، واعتقد النهارده يعني كابتن حسن انا شايفه مش زعلان، مع ان انا حاسس من جواه يعني بحزن شديد لانه ما كانش يتوقع، لكن في اوقات كتيرة بتبقى الفرقه فيها بدلك، لان الفرقه كلها انا شايف ان هي دي يعني دي اليوم بتاعها مش يومها، فيعني هارد لك للكابتن حسن، والحمد لله ربنا وفقنا احنا بنتيجه واداء اعتقد يعني الحمد لله. اخيرا، برغم اداء انبي وبرغم التواجد في يعني في مركز متقدم جدا، بس انا حاسس كابتن طارق ان انت شايف الناس نظره لانبي انه مش هيكمل المشوار، دائما اهلي وزمالك. وده اللي بيدينا دافع، يعني بيدينا دافع ان احنا نواصل المشوار ان شاء الله من مباراه لاخرى. النهارده خلاص زي ما قلت انت في عد تنازلي، 11 مباراه متبقيه، كل مباراه انت بتقتنصها ب3 نقاط بتزيد امالك. واحنا مواصلين مشوار، النهارده بتصل للنقطة 57، انت بتضغط على الزمالك، على الرغم ان الزمالك
لسه ليه مباراه مؤجله، لكن في شك انت بتضغط عليه. بنشكرك وبالتوفيق. شكر جدا. ولنا عوده ليك كابتن كريم ونضيفك الكرام. بشكرك يا سامح طبعا، ومبروك للكابتن طارق العشري، ادى مباراه رائعه النهارده، ويعني لعيبته قدرت تنفذ الشغل اللي هو عايزه، ويعني مع كمان سوء حاله نادي المقاولين العرب. فثلاث نقاط مهمه جدا لامبي، والتاكيد من نادي امبي ان هو مستمر في المنافسه على بطوله الدوري مع الزمالك، وبعدين طبعا النادي الاهلي بيجي شويه من بعيد. ممكن اقول لك بس حاجه تكتيكيه رائعه، يعني بص هو قالها، هو شرحها في المؤتمر الصحفي، ممكن تعدي على ناس كتير، لكن احنا عشان نفهم برضو الساده المشاهدين ان المدربين بيشتغلوا ازاي مع فرقهم. وهو ده التحضير اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده. لو نادي انبي بيلعب باحمد جعفر فبيلعب كره طوليه زي ما عمل في مباراه اتحاد الشرطه، وبيلعب على حاجه اسمها الكره الثانيه. يعني ايه الكره الثانيه؟ يعني كهربا مع الراجل قعود مع مثلا لما كولين او صلاح عاشور اللي بيلعب، بياخد الكره اللي نازله من احمد جعفر، دي اسمها الكره الثانيه، اللي انا بحط كره طوليه للراس حربه لو عندي راس حربه محطه. عشان كده التكتيك بيختلف من افراد لافراد. النهارده هو ما عملش كده، النهارده هو ما بيلعبش احمد جعفر، فبالتالي ضغط على المقاولين عشان عايز السرعات. النهارده صلاح عاشور او كهربا هم مش رؤوس حربه، هو النهارده بيلعب بدون رؤوس حربه على فكره. يعني النهارده كابتن طارق العشري بيلعب بدون رؤوس حربه، بس بص بقى التحضير وانا بلعب بدون رؤوس حربه عامل ازاي. طيب انا معايا محمد فضل لاعب نادي المقاولين العرب، وعندي تساؤلات بالنسبه لمحمد فضل. ايه اسباب الخساره الكبيره النهارده من نادي امبي يا فضل؟ فهنروح تاني لاستاد المقاولين العرب مع محمد فضل لاعب المقاولين. كابتن فضل، يمكن كابتن كريم